اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم مع تركي ضيفي وضيفي المدرب القدير والعزيز على قلبي شخصيا وعليكم ان شاء الله الاستاذ محمد فراس. الله يعزك ويبارك. مرحبا. يا هلا باخوي تركي، وانا سعيد اكثر بوجودي معكم وتجديد الذكريات مع العديد من الاخوان في الاستديو، وبالتوفيق ان شاء الله. وبرنامج ان شاء الله انا اتوقع انه يكون جميل ومفيد ايضا لاختياركم العديد من الاسماء بعنايه من خدم كره القدم السعوديه. باذن الله. بدايه فعلا كانت انت تعرف في هذه الهلال. نعم. من كان له الدور الابرز جاهك للتدريب في حياتي؟ اتجاهك للتدريب. والله شوف، هو بدات معي من خلينا نقول لك المرحله الابتدائيه والحاره وحب الترأس والقياده وما شابه ذلك، تطورت مع المرحله المتوسطه بوجود الاساتذه الافاضل سليمان الطياح وسلطان عبد الله وعلي الناصر، كان لهم تاثير كبير لانهم كانوا لاعبين في انديه كبيره في الهلال وفي النصر، وايضا موجهين على مستوى عالي بحكم تخصصهم، و يعني خليني اسمي هذاك قيادي على المجموعه اللي عندي، سواء في المدرسه كممارسه لكره القدم او ايضا في انديه الحواري كما كنا نسميها في الماضي، وهي من اسعد مراحل حياه الانسان ايا كان. ويمكن مريت فيها يعني المشاركه في مع انديه الحواري. صلاح حسني لا دور؟ سن؟ صلاح حسني. صلاح المدرب صلاح حسني. ايوه، هذا عملت معه بعد التخرج من معهد التربيه الرياضيه. نعم. انا واصلت دراستي وكان عندي قناعه اني مع زملائي في الامامه الثانويه، ولكن درست المرحله الاولى السنه الاولى في الثانويه، وبعدين معهد التربيه الرياضيه بقياده الاستاذ محمد الفليس الله يذكره بالخير، محمد الفايز، كان من الصعوبه جدا يعني يدخل اي شخص غير رياضي. طيب، بديت انت تدريب الناشئين والشباب و ذاك الوقت الإمكانيات طبعاً صعبة ضعيفة جدا جدا، كيف كان أبو عبد الرحمن يحاول يوفق بين الأمور؟ أنا أقول ضعيفة جدا بالنسبة للأندية، كان في دعم لرعاية الشباب أيام البدايات مع الأمير خالد الفيصل أيضا ومع سمو الأمير فيصل بن فهد من بعده، لكن إمكانيات الأندية كانت ضعيفة. لكن اللي يبحث عن النجاح، أنا طلعت من معهد التربية كمعلم تربية رياضية ودربت منتخب التعليم قبل ادرب في نادي الهلال، وهذه هي اللي اعطتني الضوء الاخضر. عملت مع الكابتن صلاح حسني لاعب النادي الاهلي وكان معلم تربيه رياضيه، وكان الفضل لله ثم للاستاذ صالح الزيد رحمه الله عليه. وبعض المشرفين التربيه الرياضيه اللي ما تحضرني اسمائهم الحقيقه الان. طيب. طبعا برنامجنا عذرنا عن مقاطعه شوف الاهلي. تفضل. من انت مكتشف نجوم؟ الحمد لله. من ابرز النجوم الموجودين في الساحه سابقا وحاليا؟ هذا سؤال محرج صراحه يا تركي، تدري ليش؟ اللي انت اكتشفته. لا لا لا، تدري ليش محرج؟ لانه يبغى له حلقتين مش حلقه واحده. لا، نبغى منهم خمسة. من فضل الله، من فضل الله، انا مر علي اكثر من يمكن 800 لاعب او 1000 لاعب، ومن فضل الله انه كنا نختار اللاعبين الابرز بعنايه، والمواهب في المقام الاول، والمواهب القابله للتطوير، ونتابعها بما تعنيه الكلمه. خليني اعد لك منهم. مع نادي الهلال طبعا كان في حسين البيجي، سلطان المهنا، فهد المصيبيح، سعيد مبارك، عبادي الهذلول، والله اسماء كبيره صراحه ما تحضرني الان من الانديه الاخرى، حسين عبد الغني مع المنتخبات اقصد بعد ما توليت الماليه، محيسن الجمعان 1400 مع السيد بلال، محيسن الجمعان كان عمره يمكن 16 سنة أو أقل كذلك، مع سعد أنت ولا خليل؟ والمجموعة. لا، خليل أخذها للمنتخب الأول. خليل قدم للوسط الرياضي، أخذه من المنتخب الناشئين. جاهز من عندك؟ أيوه. لا مش جاهز، لا زال الولد عمره 16 سنة. إي بس اللي من عندك. إي من المنتخب الناشئين أخذوا لأنه موهوب. وقبل ما احنا أيضا لازم ننصف معلمين التربية الرياضية اللي كانوا يشرفون على هالمواهب هذه، هذا حق مكتسب لهم. فانا جبت المنتخب الناشئين ايام السيد بنالي، كنت مساعد السيد الزفاد، ولكن بحكم اني سعودي، وهذه نقطه مهمه اخو تركي، لابد للمدرب اللي يبغى ينجح والنادي اللي يبغى ينجح مدربه معاه لابد يكون على يمينه وكذلك على يساره معاونين سعوديين من اصحاب الخبره والتجربه والمؤهلين. بس ما شفناك مع انديه. انا دربت في الهلال، دربت حتى الفريق الاول، لكن انتم ما شاء الله عليكم مواليد كم يا تركي؟ لا
دربت يعني فتره؟ لا فتره طويله لا، اي هذا انا على طول رحمه المنقذ. اي رحمه الله عليه الامير فيصل رحمه الله عليه، مجرد نجاحي مع منتخب منطقه الرياض ونجاحي مع الهلال في تحقيق يمكن 6 7 مشاركات للناشئين حوالي 3 4 سنوات بطولات واسماء والحديث الشارع الرياضي في ذلك الوقت، على طول من ناشئين الهلال مباشره الى ناشئين المنتخب السعودي كمدرب مواطن، وسببوني اسماء ترى على فكره عشان ما ناخذ الاولويات عليهم. اول مدرب سعودي انا اعرف وقرات عنه كان محترف، يمكن انت ما تذكره ولا يذكره الجيل الجديد ومعذورين، الكابتن حسن سلطان رحمه الله عليه. درب الهلال وخذ بطوله المملكه، درب الوحده، درب النصر، لكن الناس تجي طيب يتسابقون على الاولويات. انت اخذت فزت بكاس اسيا؟ نعم للناشئين، للناشئين قبل لأول مرة. طيب في نبغى أسرار أول مرة تصير معنا، أنت يعني شاهد الحدث، يا أخي عطنا أسرار، وش صار؟ إيش هل في كان شيء؟ قصدك حكاية الحكاية يعني؟ إيه طب هي كواليس. أسرار أولا إحنا لعبنا التصفيات الأولية في الرياض. أسرار أكثر من أول مرة تحكي. أول مرة يا أخي شفت طلع عالم كرة القدم في الماضي، انا اتكلم الان ما اعرف يعني الظروف، كانت الامور طبيعيه جدا وكل اللي يتحدث عنها وكل اللي يعرفها، الجمهور معنا 24 ساعه. ما في انعزال الان، التمرين ما عاد يحضر الجمهور يعني مع الخير، حرمنا اللاعب من وجود المشجع في المدرج والروح المعنويه، وحرمنا ايضا المشجع من الاستمتاع بتمارين الانديه والمشاهده، وكذلك حرمنا الراغبين في الدخول في سلك التدريب من الاستفاده من قيمة المدربين وإمكانياتهم. عملية منع دخول الجماهير للتمارين أعتقد أنها شيء خاطئ جدا، ولم يعد إذا كان يقولون في أسرار كرة القدم، ما في أسرار، في تصوير، في كواليس. تذكرها في شيء معين؟ أهم حدث حصل لنا في ذيك البطولة ولن أنساه، ولا يمكن أنسى اللاعبين اللي كانوا معي ولا زملائي في الجهاز الفني والإداري، عندما وصلنا للمباراة النهائية أمام شقيقنا المنتخب القطري. قبل المباراة يمكن بنص ساعة كنا موجودين في غرفة الملابس نهيئ اللاعبين، زميل الكابتن أبو رشيد محمود السلوى وحمد الخاتم الله يذكره بالخير وسعد عبد الله جاسم مدير المنتخب، كان الكابتن حمود كاتب أن ينصركم الله فلا غالب لكم. فجأة جاءنا خبر أن الأمير فيصل سيحضر المباراة، ما كان في أي شيء مسبق عن الكلام، كان في إجاء في زيارة رسمية لتركيا لم تخل الذاكره، قطع الزياره لما عرف ان المنتخب وصل للمباراه النهائيه واول مره على مستوى القاره ومدربين وطنيين، جاء للدوحه ومن المطار للملعب ودخل علينا في غرفه الملابس. رجل بهيبه وقيمه ومكانه الامير فيصل يدخل عليك وعلى لعيبتك رحمه الله عليه وعلى والدينا ووالديكم، لما يدخل عليك ومجرد ما يلتفت على لوحه الاداء ويجد العبارة هذه، قال ما راح أتحدث معكم، هذه العبارة جدا لها قيمتها وكلام رب العالمين، لكن أنا ما جيت من تركيا وقطعت زيارتي الرسمية إلا علشان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، رددها 3 مرات بتوفيق الله، أنتم أبطال كأس القارة الآسيوية لأول مرة، ولله الحمد تحقق هذا الحلم سمو الأمير فيصل. وأيضا كانت حمل كبير جدا على اللاعبين وعلينا احنا، لانه شخصيا قيمه هذا الرجل طبعا ومشوار وجاي يحضر مباراتك وما تعودوا على الامور هذه، ونحقق هذا المنجز لاول مره، اعتقد انه كانت هي الحدث الابرز في معسكرنا، مع انه ايضا في نفس التصفيات اذا جينا نتكلم عن المباريات من ضمن التصفيات كان لنا مباراه اتصور كانت مع بنغلاديش، كانت اضعف المجموعه، اغلب الفرق تفوز عليها بالثلاثه والاربعه والخمسه. جو معانا لعبوا مباراه العمر، مش من الناحيه الفنيه لا، من ناحيه انهم كلهم ال 11 طبعا بالحارس 10 لاعبين على خط ال 18 امام كسور الصين العظيم، ما تقدر تشوف المرمى ما تشوف الحارس، فكان فيه ضغط نفسي كبير جدا على علينا وعلى المنتخب، حاولنا بشتى الوسائل عن طريق الاطراف، التصوير من بعيد، الون تو، الامور هذه خلاص، المباراه في الملعب يبقى ينكدوا عليك لانه لازم تتاهل. حلو. طيب هذه في البطوله اللي بعدها طبعا.
موسى الرسول سجل الهدف الوحيد 1-0، وبعدها انطلقنا لكاس العالم الثانيه في كلام الشيخ الاولى المعروفه. اي نوصل الاولى نوصل لها. طيب هذه رحنا للصين البطوله هذه بعد ما حققنا اسيا. طيب جينا كرمنا يقال عند الجمهور واضحه ان الاعمار غير حقيقيه. كلام غير صحيح وغير منطقي، وهذا كلام للاسف الشديد يحاولوا الاساءه. لو ما هو صحيح كان صحيح كاس العالم منا ولا اهلنا ولا زي الدول الاخرى الثانيه، لكن هو مجرد يعني للاسف الشديد انه محاوله التقليل من قيمه الانجاز سواء للوطن من غير طبعا السعوديه الكلام هذا. في الصين لعبت مع مين؟ كيف؟ في الصين لعبت مع مين؟ لعبنا يا طويل العمر الله انت تركي، ما حضرت للشيء هذا للاسف، لكن تذكر؟ انا اذكر من البرازيل في دور الثمانيه المجموعات لعبت مع اعتقد ايطاليا ايوه كوستاريكا ايوه صحيح وفزت عليهم كوستاريكا 4-1 وايطاليا 3 اي ايطاليا الظاهر 2 او 3 والله يذكر مثال حلو. وصلنا دور الثمانيه خرجنا من البرازيل، وتقدر تشوف على اليوتيوب غصبا عنا السعوديه ما تتاهل، اللي تاهل البرازيل. وهذا الكلام للاسف الشديد سمعته باذن من احد رجال المباراه من غير السعوديين، يقول لي وجود البرازيل يعني للبطوله الشيء الكثير. فاخر ثواني عمل علينا ضربه جزاء غير صحيحه وله عذر غير صحيحه بشهاده كل المحايدين. طيب بكل صراحه خلينا بصراحة في محمود عبد الرحمن، دائما أنت الرجل الثاني في إيش؟ تلقي أو مبدأ من يعني لا ما فهمت يعني ثاني مساعد مدرب. أيوة لعبت كثير كمساعد مدرب أو عملت كمساعد مدرب، كان يضايق الشيء هذا؟ لا ما يضايقني، ليش؟ أنا أتعلم، أنا دربت من قبل الناشئين يمكن 12 سنة أو 14 سنة، كاسين عالم الناشئين شارك فيها من قبل الناشئين وانا مدرب، واكتشفت العديد من ايضا كان لي شرف انه اغلب البرازيليين اللي دربوا المنتخبات سواء منتخب الشباب او المنتخب الاول كانوا مصرين على وجودي كمساعد مدرب بحكم انه هذا الجيل كان هو الجيل اللي مع محمد الخراشي في مشواره التدريبي ناشئين وشباب. طيب شفناك في المنتخب الاول في كأس العالم، حدثنا عن المدى، كيف شعورك؟ كيف انطباعك؟ قصدك انت مباراة ايران او كأس العالم في لا لا فرنسا؟ فرنسا فرنسا قبلها 94 انا رحت نرجع لها. طيب ما يعني حمل مسؤولية كبيرة جدا، انت كرجل اعلام تعرف الشيء هذا ومدرك كلم عطنا التفاصيل. انا كنت مساعد مدرب مع سيد كارلوس حلو موجود مع اللاعبين، مثل كان كل المدربين اللي مروا في الفترة هذيك من 94 إلى ما بعد يمكن 98 بطلب من الأمير فيصل. كيف؟ إنه التكليف أبنائنا السعوديين ما تخلونهم، كان يعني حريص الأمير على السعوديين، حريص على وجودي أنا بحكم خبرتي وتجربتي ونتائج اللي صارت لما لعبت ما دربت منتخب الناشئين ودربت كاس الصداقه. شاف فيك مدرب. كيف؟ شاف فيك مدرب. كان يثق فيني ما شاء الله ونجاحاتي واعطاني الثقه كمساعد مدرب وايضا رجل تربوي متخصص لعلاج بعض المشاكل الصغيره اللي تحدث مع اللاعبين. ولله الحمد جميعهم يعتبرون بمثابه ابناء لي، واعتز وافتخر بانهم دائما وابدا على تواصل معي واحفظ تقديرهم واحترامهم. اخذوك لعبت مع احد في ساوث افريقيا. اي فزت تعادلت سوري تعادلنا كنا فايزين وتعادلنا على اي 2-2 نعم صح نعم تحملت المسؤوليه وهي ثقيله صراحه نعم. لكن الجانب النفسي مهم جدا، ايضا اعطيت فرصه للبدلاء، رحت اللاعبين اللي كان عليهم ضغوط بعد الخسارتين، اعطيت اللاعبين الاخرين حتى لو تذكر الكابتن فؤاد انور الله يذكره بالخير لعب قلب دفاع لاول مره في حياته يلعب سنتر هاف،
اقنعته وثلاث ايام قبل المباراه دائما نسولف ونتكلم وعندك الثقه وانت محور والمحور اقرب واحد اللي يلعب في المركز. قال لي ابشر يا عبد الرحمن على غشيم طالما نجيب المباراه وأدى مباراه كبيره. طيب نرجع نضاف ايران وكندلي. ايران كندلي نعم نفس الفكره وكيل كندلي. نعم تعال يا ابو عبد الرحمن امسك الفريق. انت تصور اخوي تركي هل بالامكان الاتحاد السعودي لكره القدم او سمو الامير فيصل اللي وجه بالشيء هذا انه ما يقدر يجيب اي مدرب غير الشخص هذا محمد الخراشي مثلا؟ لا لكن هي الثقه وبقول لك اللي حصل بعدها يثقون في هذا الشخص. الوقت ما له علاقه. وكان طيب لا كان في مدربين موجودين اجانب وفي الدوري السعودي وافضل من محمد الخراشي. طيب. لكن بحكم ان المجموعه كلها مرت على محمد ناشئين وشباب ويعتبرون من ابناء الغالبيه منهم اعطوني الفرصه هذه وكان حمل ثقيل علي ما اكذب عليك حتى على اللاعبين انفسهم يعني مباراه مع منتخب زي منتخب ايران جاي يحقق البطوله ويروح كاس عالم وانت كنت مؤهل والفريق كان مؤهل ومعد اعداد جيد بالاضافه الى قيمه السيد كندينو وايضا الكابتن مدينه مدرب الرياضه. انا استلم فريق جاهز واللي يقول غير هذا الكلام اي مدرب اخر لو قال غير الكلام يكتب على نفسه. المنتخب كان جاهز وفي افضل حالاته لكن حصل اللي حصل في المباراه وخسرنا وجت مباراه ايران في الواجهه. لكن كيف تتعامل مع مثل الظروف؟ بحكم اني انا اقول لك مواطن ودائما وحصلت مع زملائي في الدوري السعودي وفي مناسبات ايضا المنتخبات ونجحوا لانك انت كمواطن عارف وش اللي يحتاجه اللاعب وش تحتاج المباراه. طيب كيف تتعامل مع الفريق المنافس؟ كيف فزت على ايران؟ كيف؟ على ايران فزنا عليها بالثقه اولا بالله سبحانه وتعالى طبعا وبامكانياتنا وقدراتنا وبطريقه واسلوب لعبنا وبالروح القتاليه اللي كانوا عليها اللاعبين. ولا المنتخب الايراني لو تعيد المباراه هذه بدون ما تكون عارف نتيجتها مستحيل تتوقع من اللي فاز. طيب نروح لكاس الخليج للامارات ذكرى حلوه 94 طبعا من اجمل الذكريات حققتها. كم مدرب درب المنتخب السعودي في مثل هالدورات؟ 11 دوره قبل الثاني عشر لم يحق من كبار المدربين واساتذه لي مو بسيئين ولكن التعامل يختلف والقناعات الشخصيه ايضا يا اخوي تركي. ترى انا والعياذ بالله من الان عندي قناعاتي انه انا اتكيف مع امكانيات وقدرات اللاعبين. بس سولاري في 94 ما اختارك يا مساعد الا كنت انا معه كنت معاه وضمن البروشور لكن كمساعد كنت انا مساعد في كاس العالم واسمي ضمن القائمه لكن ما سافرت الا متاخر لظروف عائليه نتج عنها وفاه زوج والدتي اللي هو عمي اللي رباني الله يحفظه. فاستاذنت من الامير فيصل رحمه الله عليه ومن الاستاذ فهد الدهمش انه انا ما استطيع اني اكمل المشوارات من حضرت كاس العالم والافتتاح ولا مرحله المعسكر اللي انت تسال عنها اني ما حضرتها كان عندي منتخب فانا بعد المنتخب التحق بالمعسكر هذا. نعم وزي ما قلت لك ما هو بس من ناحيه فنيه انا اجي لا اجي من جوانب اخرى ايضا قد تكون يعني نفسيه واجتماعيه بالنسبه للاعبين وكيف هيئ اللاعب للملعب. طيب انت غير راضي على تصريحات مدرب المنتخب ناشئين. شوف هو له شخصيته وله اسلوبه وله ايضا طريقه تعاملهم مع الاعلام ومع الجمهور. هذه لك انت في بلدك ومع منتخبات تمشي على الاسلوب. لكن احنا ابغى اتفهم بالسؤال هذه الجزئيه يتحملها المدرب ام الفريق الاداري؟ لا الاداره انا ما احملها شيء. تدري ليش؟ ما تتحمل. ما تتحمل تدري ليش؟ لا لانه الان انا وياك على الهواء تمام اي كلام اقوله محسوب عليك ما هم مسؤولين عنه الناس اللي يساعدوني مثلا او المسؤولين عني. انا اللي مسؤول عنه لاني انا جبت كلام مباشر ما عندي خلفيه عنه يعني ما كان في ترتيب مسبق على هالكلام او وش تقوله. ما تقول المانشيني وش تقول او ما تقول لكن هو توقع ان الامور طبيعيه بالنسبه له في طيب مثلا هل كنت تتوقع المنتخب السعودي ينزل من الاردن؟
ليش لا؟ ونعم في الأردن، لكن ليش لا؟ لكن كمستوى المنتخب السعودي والفريق طيب المالي والأمير محمد سلمان وخامس نعم، دوري و... كل شيء وارد في كرة القدم، الإمكانيات هذه على عيني راسي وكل اللي ذكرته، لكن كرة القدم ما تعرف يا أخي يوم تجي ما أنت في يومك كفريق كلك أو اللاعبين اللي أنت معتمد عليهم ما يعطونك، وهذه مشكلة. أنت لكن قلت إني خايف إني ما نوصل بالفريق هذا، بتخاف إني ما نوصل للمونديال. ولا زلت خايف أنا الآن، ولا زلت خايف، لأن كرة القدم 90 دقيقة يجب أن تعطي فيها كل ما تملك بإمكانياتك لا وقدراتك. أتكلم في معطيات الفريق هذا. المعطيات أنت شايف التغيير المستمر في اللاعبين وتفاوت مستوياتهم وأغلبيتهم على الدكة، هذه مشكلة. هذه اللاعب لازم يلعب، إذا ما لعب مستحيل يتطلب أكثر من اللي عنده اللي يلعبهم. هل كنت تتوقع أو أنا أو أي شخص آخر أن المنتخب السعودي هو الوحيد اللي فاز على الأرجنتين بطلة كأس العالم؟ هي كرة القدم، توفقنا، الحظ لعب دوره معنا، والحظ ترى البعض يتحدث عن الحظ التركي، الحظ مهم جدا سواء للمدرب او للاعبين، لازم تحطه ضمن الروشته حقتك كمدرب. انت بنعم او لا مانشيني هو رجل المرحله الحاسمه في الوقت الحالي، ما اختير من فراغ، ما اختير من يعني انت مدرب مع اسمه وقيمته الفنيه، لكن الظروف اللي جاء فيها مع وجود اللاعب الغير سعودي بهالعدد حصلت عمليه مش نوعيه الاختيار، لا قيمه اللاعبين الفنيه داخل الملعب. يعني تحمل اللاعبين. يعني من؟ لا ما حمل اللاعبين. انا ما احملهم يا اخوي تركي، انا اقول اللاعبين اللي ما جت لهم فرصه مشاركه. منتخبنا خلينا نقول ال10 لاعبين او ال11 اللي لعبوا اساسيين كلهم يلعبوا مع اليتيم، ما في مشكله. تمام. طيب والبدلاء هذول؟ البدلاء ترى قيمتهم الفنيه تفرق معك في التدريب، في فرصه المشاركه، في اعطاء مدرب خيارات التغيير. فكانت مشكلته مشكله، وفترته الزمنيه كانت طويله. دخل مشاكل مع كلمة مع الشهراني مع الفرق، قلت يعني دخل في ديتيلز المفروض انه ما يدخلها. هذا اسلوبه. في عندنا محاضرات، انا محاضر في الاتحاد الاسيوي ما شاء فن الله. التواصل، كيف تتواصل سواء مع الاعلام وتخليهم معاك مع اللاعبين وتكسبهم، كيف تحل المشكله باسلوب اخر او بطريقه اخرى، اما انك تجي وتدخل في اشكاليات مع اللاعبين. اللاعبين كمجموعه اسره واحده وبيت واحد، انت لو احد اخطا على واحد من اخوانك اكيد بيكون لها تاثير سلبي على نفسيتك. لذلك المشاكل اللي حصلت مع لاعب او لاعبين ان كانت مشاكل ف او تسمى بمشاكل، يعني انا اتصور انها لها دور سلبي كبير على زملائهم. طيب ذكرت اللاعبين عندما يكون اللي أمامهم مدرب وطني الفريق المنافس ما يخدم الموضوع. لا، اللي يقول هذا الكلام للأسف الشديد بعيد عن أنت كنت؟ لا صرحت كيف؟ فيه؟ كيف؟ لا ما قلت أنا، أنا أتحدى أجيب التصريح، ولا يمكن أقول الكلام هذا أنا. طيب أنا مدرب، أنا أقول الكلام هذا. طيب. بالعكس، اللاعب يلعب لوطنه، يلعب لنفسه، يلعب المدرب المواطن، والدليل على ذلك انت شفت هدفنا في الامارات في كاس الخليج اللي عديناها الان ومرت كذا. نعم. هذا منجز حلم للمملكه العربيه السعوديه، ما هو تقليل ترى في المنتخبات اللي شكلت او اللاعبين النجوم، كان في نجوم افضل من اللاعبين اللي حققوا كاس الخليج. لكن ذكرت انه ما فيك مدرب مستهتر لانه يقوم بتحليل المباريات مع التدريب. كلمه مستهتر كبيره تركي. والله هذا اللي لا هذا اللي كتبها للاسف الشديد، ما في شيء مستهتر. خلينا نقول ولا يمكن اقول عن زميل غير مهني مهني غير انه غير مدرك لعواقب الامور في اسلوب الكلام اللي قاله. يعني ما كل لا الكلام اللي تقوله للاعب الايطالي لا 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 انا اتكلم عن مارفك. اي مارفك، حتى مارفك اللاعب اللي تقوله انت قلت تدري ايش قلت؟ قلت انه كيف اجمع بين التدريب والتحليل؟ لا ما لقيت الكلام هذا. التحليل التحليل كان محلل هو ما يعني بالعكس انا محلل، هذا يعيبني. كبار المدربين محللين الان ايوه كاس اوروبا. لو كان لو كنت مدرب المنتخب تقوم التحليل كيف؟ لو كنت مدرب المنتخب السعودي ايوه هل تزاول التحليل؟ نعم، اذا ما عندي مشاركه وعقدي ينص على هذا. بعض المدربين الاجانب يقول لك تعال
ترى عندي فترات توقف، لو جاتني دعوات للتحليل انا هذا قيمه فنيه لي انا اروح له، انت تعطيه الموافقه او لا على شيء خاص. ذكرت انه الفوز على الارجنتين فينا. منو؟ الفوز على الارجنتين فينا فخرا يعني. اكيد اكيد العالم العربي كله تغنى، او العالم كله تغنى بالفوز على، هذا دليل على انه كره القدم لمن يعطي ومن يلعب التوفيق معه، التوفيق مطلوب مع كل فريق ومع كل مدرب ومع كل لاعب، اللاعب اذا ما توفق او المهاجم القناص اذا ما توفق ذاك اليوم الفريق خسر. احمد السلوى قال انه لازم يرجع ابو عبد الرحمن عام 2020. نرجع ليش؟ حمود السلوى. اي نعم. مس عليه بالخير. الله يمسيه بالنور. قال انه وجود الاخ ابو عبد الرحمن الاستاذ محمد الفراشي في 2020 امر هام. كتدريب في كم؟ 2020. 2020؟ قبل اربع او خمس سنوات. والله انا ارتحت برغبتي وما قصروا مع اتحاد كره القدم، وكنت اجد من الاحترام والتقدير الشيء الكثير. منحوني الكثير ولله الحمد. و أنا يعني موظف دولة والحمد لله أموري طيبة، واخترت التوقف ليش؟ لأنه ما عاد عندي طموح أكثر من اللي وصلت له. لما أشارك في خمس كؤوس عالم، اثنين مع المنتخب الأول واثنين مع منتخب الناشئين وواحد مع منتخب الشباب، وأحب أيضا كمساعد مدرب كأس العرب وكأس الخليج وكأس فلسطين، ويمكن بعد نسيت، لا خلاص أنا ما عندي مهنتي الرئيسية أنا، ترى ما هو يعني تقول لي والله انا مدرب محترف، لا، ما كانت هالامور الماديه الان المغريه موجوده. الان اختلف كل شيء. انا عندي الكفاءه وعندي القدره، لكن عندي قناعات ربما ما تتواكب مع بعض. انتصرت على وجود الدوري درجه ثالثه، اصررت على وجوده. دوري درجه ثالثه اصررت على وجوده؟ اصررت. ايوه. يعني كنت من الناس المؤيدين وجوده. أصلاً كل اللي حتى لو في رابعة وخامسة، هذا مهم جداً لإتاحة الفرصة للاعب السعودي. الآن اللاعب السعودي اقتصرت مشاركته على بديل في دوري روشن إلا من رحم ربي بالنسبة للعدد، وكذلك أندية الدرجة الأولى بعدد المحترفين الكبير، وأيضاً أندية الدرجة الثانية أيضاً. يعني الحقيقة خسرنا مواهب كثيرة وأسماء كان لها دور كبير في تحقيق منجزات، مع الكابتن سعد الشهري، مع الكابتن خالد العطوي، مع الكابتن خالد القروني، مع الكابتن بندر الجريثم، مع الكابتن فيصل البديل، مع الكابتن يوسف عنبر. خسرنا، اعتذر لي اذا كنت نسيت احد من الاسماء الكبيره في عالم التدريب في كره القدم السعوديه. ضاعت، ما تجد فرصه، ما تجد فرصه، هذه مشكله، يجب ان نتيح فرصه، وبالذات جمهور هذا. كيف؟ جمهور. لا لا، جمهور ما له علاقة، الجمهور يبغى لاعب يرقي ولاعب مهاري ولاعب هداف. لا لا، يعني مثلا اختيار كمدرب وطني لا دور الجمهور انه ما نبيه او نبيه. لا 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 هذا في الوقت الحالي يمكن وجهات نظر، لا يمكن وجهات نظر، ما دام هناك قناعة من المسؤول تأكد تماما الكوري التركي انه ما ينظر، مجلس إدارة كامل اقتنع بكفاءة معينة. الآن الأندية بدأت ترجع الدرجة الأولى بالذات لبعض المدربين الوطنيين، وبدأوا يأخذوا مكانهم أيضا في المنتخبات الوطنية. حصل في الفترة اللي بعد محمد الفراشي وزملائه استعانوا بالمدربين الوطنيين وحققوا نتائج إيجابية وحسنوا الأمور اللي كانت غير جيدة. طيب في مشاكل ليش دائما نسمعها نشوفها تكتب؟ مشاكل بين اللجان في الاتحاد السعودي. بين اللجان؟ في اللجان الاتحاد السعودي. يعني كل إعلامي يتكلم أو يتكلم في المنبر أو اللجنة الفلانية، اللجنة المسابقات، اللجنة الجدولة، اللجنة الفلانية، أنت شايف؟ أنا لي في الكورة 50 سنة. سنة. وعصرت ناس كثر، شخصيات أعتز فيها وأني زعمتهم لهم قيمتهم سواء الإدارية أو الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. العواطف تلعب دورها بالنسبة للمشجع أو الإعلامي أو ما شابه ذلك، لكن تأكد تماما كلنا، ما في أحد عمل في اتحاد كرة القدم أو في الأندية إلا للميول، لكن فيه ميول نعم، لكن فيه ولاء لجهة العمل طبعا، للقانون، للخوف من الله. لكن للأسف الشديد هناك ناس تعيش على مثل هذه الإشاعات وعلى تهويل الأمور، على تهويل القناعات.
يا اخي في لوائح وانظمه نقراها واضحه وصريحه ومع ذلك يشكك فيها. طيب ليش فلان ما عاقبوه زي فلان؟ ترى الفعل يا تركي انت خطاك ليس حتى لو كان مشابه خطأي، لكن يمكن انا خطأي فيه امور اكبر من خطأ تركي، لذلك عقوبتي كانت اكثر. طيب لكن ما يخترعون الجمهور، طيب العاطفه تلعب دور. دائما يعني تطالب بتفريغ المدرب الوطني. ايش؟ تفريغ المدرب الوطني. والله هذه امنيه، لكن تتفرغ على اي اساس؟ تتفرغ تدرب شهر او شهرين مزاجيه رئيس مجلس الاداره لا ناقه له ولا جمل في كره القدم فرضا، البعض منهم، البعض ما له علاقه بكره القدم، جهه وجاهه ومال وشخصيه اعتباريه، لكن حوالين الناس يمكن يكونوا فاهمين. يقرر يشيلك عشية وضحاها، طيب شوف المسببات، القناعات، اعطيني ناس يتحاورون معك. كيف تشوف المدربين الوطنيين الحاليين العطوي او القيوي؟ ايوه العطوي وسعد الشهري والقروني وغيره. لا القروني ما درب من فترة. شوف اي ما درب، هذول برضه دربوا وتوقفوا. لا اتكلم من الوقت الحالي موجودين، اتوقع سعد الشهري غير حق يوسف عمار الان الاتحاد المحمدي محمد المحمدي المحمدي صالح نجحاته مع المنتخب نجحاته، هذول اسماء انت عطها فرصه، لا تجيبها في ثلاث مباريات اربع مباريات وتقول اعمل لي اللي انا اتمناه. من يقيم المدرب؟ من يقيمه مدرب سيئ اعلى منه، اما غير كذا لا. مع احترامي من يقيمه في المنتخب؟ مع احترامي لازم يكون في استشاره فنيه، الاتحاد مثلا يستشير فنيين على مستوى عالي من خلال المباريات اللي قادها هذا المدرب. السيفي معروف، انا ما جبت من الشارع تعال ودرب، لا انا كان عندي سيفي، زملائي عندهم سيفي. السيفي مشرف، الغالبيه كلهم عندهم البروفيشنال البرو اللي ما يحملها اغلب المدربين اللي يجوا من برا الان في الانديه، والبعض منهم ياخذها بطريقته الخاصه. كيف؟ نعم، لكن شددوا عليهم الان، يقدر يحصل على البرو مدتها يمكن سنه الى سنتين، ولا ملازمة مع مدربين كبار وإلى تاريخ إلى السي إلى البي إلى الاي الآسيوية إلى البروفيشنال. ترى ما هي العملية تدريب أحب التدريب يلا تعال تفضل، لا، اللي يقيمني شخص أعلى مني ولقيمته وأستفيد من قيمته هذه، لكن مع احترامي وتقديري لكل من يحب كرة القدم أيا كان، ليس في إمكانياته الكلام. طيب سهل. الجمعان والتيماوي ما ضموا كارس برتو وانت كنت موجود كاس العالم 98 98 اي وكانوا مميزين. خالد التيماوي التيماوي كان معنا الين يومين قبل بدايه المونديال. طيب وكان افضل لاعب وسر ذلك؟ كان افضل لاعب في المجموعه ذاك المعسكر. وسر ذلك؟ الله اعلم، عند السيد كارلس البرتو، هل بينه وبين خلاف؟ هل هناك موقف معين بينهم؟ الله اعلم، لكن انا بالنسبه لي خالد كان لاعب مثالي، كان زملائه حتى زملائه انصدموا، زملائه انصدموا لما ما وجد اسمه، لما اعلن الاسماء حتى يعني للتاريخ كارلوس البيرتو اعلن الاسماء في التمرين في غير اتفاق مسبق، كان بالامكان انه بعد التمرين تعلق الاسماء ويوضح الاسباب مع الاستاذ خالد مع الاستاذ فهد دامعش رحمه الله عليه، اعلنها في التمرين جالسين دائره طق 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 قال الاسماء سكر علينا كلنا. ام حسن طيب؟ ام حسن ما كان معنا، لا عبد الله جمعان ما كان معنا. انا عارف ام حسن ما اظن، ليش؟ الله اعلم ما اتذكر الان، ما كان يعني في الصوره او ما كان يلعب. كان يلعب اي 98 انا اقصد. اي اي ما اتذكر. كم من نجومك؟ كيف؟ كم من نجومك؟ نجومها وين؟ كم من نجومك؟ لا وين؟ في الفترة اللي قبلها ما لقى معك؟ لا اطلاقا. اي ناس 98 ذا ممكن. لا لا قبل اقول قبل لاعب معروف، بس انه يبدو لي انه كان متوقف، انا ما اتذكر الان، يبدو لي انه كان متوقف او انه مستوى هذا. لا يمكن واحد يتجاهل لاعب بقيمه حسن الجمعان، المدرب ان يتجاهل لاعب بالقيمه هذه. ذكرت انه من حقك انك تناقش كارلوس البرتو في موضوع التيماوي او موضوع محسن، لماذا لعبتهم؟ ما كان لحد حق المناقشه. ما كان لحد. لا انا ولا غيري من الاداريين، وهو حسم الامر بطريقته الى درجه اني حاولت انهم يبقون معنا في المنتخب في المعسكر قصدي، وهذا شيء ايجابي لهم ولزملائهم، لكنه رفض، قال لا
هذول خلاص يغادرون المعسكر. هذا اللي احب. لكن ترى شوف كلمه مساعد مدرب، الناس يتوقعون انه بامكاني انا اقول لا وقف يا كارلوس. لا اثني لا انا مساعد، لا خلينا قبل لا. لا لا انا كمساعد مدرب له اسمي مساعد مدرب، اذا طلب مني خدمه ابديتها له. اذا ما طلب خدمه لا. لو ناقشني في موضوع اعطيه وجهه نظري. لو شفت شيء خطا قدام ما ما اقدر له، هو قناعته، هو يعمل، هو يرى صح. انا ارى خطا لكن هو يرى صح. وكان معه مساعد ايضا اسمه شارون يعني غيري انا. فكان يعني شويه في برج عادي عن اللاعبين. تعامله كاستاذ انا اعتبره من اساتذتي واحبه كارلوس. لكن كان تعامله في ذيك البطوله، ولاحظ ترى كابتن تركي متى وافق على انه يدرب المنتخب السعودي؟ وافق يوم بقى يمكن شهرين على كاس العالم او 3 شهور عشان يسجل حضور في كاس العالم 98، ما حد اخذه من المنتخبات اللي مشاركه. لعبت الهلال. سم؟ لعبت الهلال. نعم لعب شباب وناشئين واول. ما شاء الله. في الثمانين الهجرية. لم تكرر. نصكم يا اخوي تركي هذه مشكلة. بس اللي نسمع عنك لم تكرر. يكلموني على ايش؟ على انك لاعب ناشئين شباب اول. لاعبين الهلال اللي مروا علي في الفترة هذيك من تكرم ومن تخلي، لو فتحوا باب ما راح يتسكر. احنا نقول وعلى امكانيات الاندية في ذاك الوقت. ولا كان فيه تكريم، الوحيد اللي كان مكرم مبارك عبد الكريم هو الذي يستحق الشيء هذا. غير ما كنت ما استحق. لا ما استحق لا. تكريم على ايش؟ يعني انا ما سويت شيء. لكن كمدرب شكروني لا خلني كلاعب انا لعبت يمكن 7 سنوات او 6 سنوات فقط وبعدين غير كافي يا كابتن انها تقيم لك حفل تكريم لو درع. الا حي اعطوني درع ما درع، انا رحت التكريم من مباراه او شيء من قبيل ودائما مكرميني الى اليوم النادي يعرفون قيمتي بالنسبه للكيان السالم في دعواتهم لي في درع الهلال في المناسبات اللي يقيمونها. بالعكس الهلال ما قصر معي، لكن انا قصدي بالتكريم انه مباراه. طيب مثلا ابو عبد الرحمن انت ضد شو اسمه دور الرديف؟ لاني شفت انه ما في جدوى منه، تدري ليش؟ ليش؟ لانه ميت. كيف؟ وانتم تتحملون مسؤوليه والجمهور يتحمل مسؤوليه، انا اقول انتم كاعلام. كاعلام نعم. مهم. اللاعب يجي من غير نفس يسافر مع الفريق، يسافرون سوا الفريقين او احيانا يجيهم بعد يوم، لان مباراه الرديف من بكره تلعب. بلا جمهور واحيانا الملاعب ما هي مجهزه ذاك التجهيز اللي كذا، ما في قناعه عند اللاعب يؤدي واجب لانه لاعب محترف. وهذه مصيبة، ما فيه روح التنافس، وبعدين أغلب الأندية منسحبة منه، 6 أندية أو 7 أندية اللي شاركت فيه، لا أنا في ملاعب تمتلي بالمدرجات مثلا، ويشعر اللاعب بقيمته، لكن للأسف الشديد القناعات تتغير، والأغلب الأندية انسحبت منه، وكانت تكاليف كثيرة، كنت أتمنى إنه أغلب اللاعبين اللي كانوا يشاركون من الرديف لو تحولوا الأندية الدرجة الأولى لشاهدناهم الآن يجيبوا كثير من المواهب انتهت للأسف الشديد بمثل هذا. رشحت نفسك للاتحاد السعودي؟ سم؟ رشحت نفسك للاتحاد السعودي؟ سابقا؟ إيه؟ قبل فترة الأستاذ أحمد عيد؟ صح؟ نعم. كم خطوة فات؟ والله أعتقد 19 صوت أو 20 صوت. ما كانت ذاك الأصوات؟ لا مش ما كانت لا. طب طب أنا من ناحية التدريب انا دخلت للتدريب وبقيت محاسبي كمدير فني. انت وعدت انه بتطوير التدريب و حصل، لكن انا اقصد كرئاسه الاتحاد السعودي. لا رحم الله امر عن عرف هذا. اي بس انت قدم. انا لست اداريا، انا تخصصي فني، وفي ناس فنيين يمكن يطمعون في المنصب. اي بس انت قدمت واختاروك 19 واحد. لا مو ما اختاروني، لا لا ما عمليه ما اختاروني، ما قدمت على رئيس انا. لا وين انا تقارني الكابتن احمد عيد كرئيس انافس احمد عيد انا؟ نفس من لا انافس اللي في مستواي وفي امكانياتي وقدراتي. 19 هذول مين؟ ها؟ اللي اختاروني ما حد يدري عنها، حتى احمد عيد ما يدري من اللي رشحه واللي ما رشحه. يعني ترشح انا عارف اقصد ترشحت ترشحت للتدريب لمنصب رابطه المدربين وشؤون المدربين في الاتحاد، والحمد لله حصلت عليها تأييد. وترشحت للاتحاد السعودي؟ انا اعمل فيه، انا موظف فيه. لا لا قبل كيف قبل؟
قبل ما تعمل فيه؟ لا لا ولا يمكن، لأنه ما كان عمري يسمح لي أولاً، ولا شخصيتي تأهلني أن يكون أكون على فيصل بن فهد أو سلطان بن فهد أو نوار بن فيصل أو من جاء بعد من الأساتذة الكبار، لا ولا هو طموحي. أنا كان عندي مبدأ المدرب المواطن وحققته ولله الحمد. الآن جيل كامل ستاهل. جيل كامل، وهذا فخر واعتزاز لي، ويذكرون الشيء هذا دائما وابدا. تستاهل. الجيل الكبير ولله الحمد اللي ماسك كره القدم السعوديه من اخر واحد الكابتن محمد. نعم صح كحسن. نعم ومن ضمنهم فهد خالد العطوي وسعد الشهري. نعم كانوا هذول ابنائي وانا فخور فيهم. تستاهل. اي طيب ذكرت انه عدد المحترفين 5 كويس، ولو يصير 4 احسن بعد. ليه؟ ليه؟ لأن فقدنا مواهب كثيرة وفقدنا وجود لاعب مميز في عديد من المراكز. الآن أصبح اختيار المنتخب من أصعب المشاكل. المدرب الله يكون في عونه. الآن برضو جاء لاعبين 2 مع 8. قيمة الدوري السعودي نعم تهمنا والرؤية تهمنا، لكن أنا أشوف أنه في مبالغة في عدد اللاعبين. طيب ذكرت جيب لاعبين نجوم اذا وفق الله تاخذ الدوري. طيب والبقيه تلقى اللي مو قادر المساكين اللي امكانياتهم اقل. طيب ما يعجبك على المدلي ليش؟ مو ما يعجبني تقول اخذ اكبر من حجمه. نعم متى قلت الكلام هذا؟ كيف؟ قبل يمكن 3 سنوات. طيب في مشاكل عملها داخل الملعب وصل الى بداياتها طبعا مع الهلال، اخذ يعني ايش يسميها خلينا نقول لك مش اكبر من حجمه، انه راى نفسه انه خلاص وصل الى مرحله الكمال، فبدات تكثر اخطائه، مشاكل داخل الملعب سبب اشكاليات كثيره لفريقه. لذلك طلبت يا كابتن علي امكانياتك وقدراتك ما نتكلم عنها، هدوءك في الملعب، ايمانك بانك لاعب ضمن المجموعه. كابتن ما تظن بالاستفزازات اللي يعملها مع اللعيبه؟ الاستفزازات مضروبة ولكن في حدود سقف معين. كونك تتكلم مع اللاعب، تشيله من جو المباراة بكل روح رياضية، انك تضيق عليه ما تعطيه مساحات، تكون قريب منه، يعني تلتحم معه الالتحام المنطقي، هذا يحصل من الكابتن علي ويشكر عليه، لكن اللي تتعدى الحدود اللي مثلا لا سمح الله تسبب مشكلة على فريقك بكف احمر. طيب أو كثر صوالين عند المدرب على أعصابه وزملائك على أعصابه. كمستوى فني مقتنع فيه؟ نعم. ممتاز. من أبرز اللاعبين اللي طيب. مروا في المرحلة الأخيرة. أنت دخلت في قضية فني. أيوه. دخلت فيها؟ نعم. أيوه. مصادر مصادرك أنت أكيد. عطني مصادرك منو؟ ما لا وش قالوا؟ قالوا جايك بالحكي. أيوه. أنك دخلت في قضية فني وقلت اللي وقع وكيل أعمال كلول نادي النصر. قلتها لمين؟ للنصر. أنا قلت للنصر؟ إيه. أنا أقول للنصر أنتم أبو الله عبد الرحمن دخلت في القضية أو لا؟ لا ما دخلت ولا تعنيني، ولا هو من إيماني أنا. وأرجع لتويتر ماني راعي أشياء هذه تخص النادي واللاعب ما تعنيني. وش قصة سامي والقارورة؟ سامي والقارورة. والله أنت يا تركي من الشمال اللي إيه طبعاً فكرة البرنامج أموات. أنت تحاول أنك بس لا لا توصل للمرمى بسرعه. لا لا ابو عبد الرحمن فكره البرنامج ترى زين اطلع من هنا ارجع من هنا نفس الاستديو هذا الله يسلمك وسلم المشاهدين والاخوان في الاستديو. انا مدرب منتخب الناشئين ونلعب في الرياض مدينه الرياض وعلى ملعب نادي النصر وامام اليمن. كان خالد الجابر لاعب عندي في المنتخب اخو خالد اخو سامي ويلعب في نادي النصر ولاعب موهوب. اللي حصل اخوه سامي صغير في المدرج عمره يمكن 12 سنه او 13 سنه الله اعلم، فطلعت خالد على اساس تبديل عادي ولا خالد ما اعترض ولا شيء، لكن هالولد الصغير اللي وصل ما شاء الله تبارك الله الى يعطي الحدث اللي احنا ما نعرفه اي وحقق طموحاته وشرف بلده في محافل كثيره وهو من ابنائي وتربط لي في علاقه كبيره جدا مع الجمهور. شافهم رموا او شيء من القبيل، ليش تطلع اخوي خالد؟ وهم ما اخذت الحميه. انا ما ادري عن الموضوع حتى يمكن قبل ما جتني. ايه بس انه على اساس انك كنت الاحتياط ما
ونستقبل خالد مثلا. نعم. مرت السنين واجتمعنا. فذكرنا. قال لي يا ابو عبد الرحمن ابيك تحلمني. انا ما اعرف البيري بينهم. قلت خير ان شاء الله، وش اللي صاير يا ابو عبد الله؟ ما بينا شيء، انا حلمني واحللك خير مش عندك، وتعرف على راعي مقاهي. اي حياك. يعني وانسان يعني لطيف. قلت له ان شاء الله محلل، بس مش ما صدر انك شيء يستوجب اني احلل او انك تحللني. قال له شيء ما تدري عنه بقوله في خاطر. وقال السالفه. قلت وش هي؟ قال تذكر كذا كذا. بدي اتذكر المباراه. قال انا خلفك وانت طلعت اخوي ومن حميتي لاخوي رميتك بقبره. ما اذكر جاتك ما جاتك على شيء ثاني لكن حللني. فكانت يعني من الامور اللي تحصل في الملاعب واتمنى. حللت انت بس شككت في شهاداتها التدريبيه. كيف؟ شككت في شهاداتها التدريبيه. لا مو تشكيك، لا مو او انك قلت انها مو صح. ما قلت الكلام هذا. طيب ايش قلت؟ اللي كتب لك السيناريو هذا الله يهديه ناويني. سم. انا قلت انه سامي الجابر شوف لاحظ، لانه في لعيبه ثانيين قالوا مثلا ابو عبد الرحمن هذا هلالي يبي جامل او شيء من هالقبيل. انا ما اعرف المجامله ويعرفها كل اللي تعاونوا معي او حد. كلهم على عيني وراسي. جاء قال يا ابو عبد الرحمن انا بدخل سلك التدريب. تمام. تبرك الساعات وانت عندك كفاءه وما شاء الله سامي يعني طموح ويتكلم لغات ولاعب دولي وكذا. طلع نفسه. ومن حقه لا قبل يطول لسه. قلت له يا سامي زيك زي الاخوان اللي يقدمون على الدورات. ادخل على الجهاز وعبي معلوماتك وطلبك. قال لا ابغاكم تستثمروني. كيف مستثمرك يا ابو عبد الله؟ قال السيما ابغاها، انا ابغى اخذ البي مباشره. قلت والله نظام الاتحاد الاسيوي وانا احد محاضرينه لابد حتى اللاعب الدولي لازم ياخذ السي بعدين البي بعدين الاي بعدين البروفيشنال. قال لا انا بحاول اني اخذها بطريقتي. راح كلم الامين العام، كلمني الامين العام ايش القصه؟ قلت والله القصه كذا كذا ثم يجلسنا. ما يمكن، قال هذا سامي الجابر وزين. وكان غيره من اللاعبين المقدمين. طيب. قلت انا رديتهم لا عشان بس تتضح الصوره. فطريقته هو راح للاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي راجع وطلبنا احنا ترى فيها، انا طلبت فيها انه اللاعب الدولي مثلا يستثنى من رخصه سي لانها تاسيس. لكن البي لا، الاي لا، البروفيشنال لا. فالاتحاد الاسيوي بعد فتره نعم وافق. واخذها هو مع زملائه من نجوم الخليج في نعم. قطر وفي ظاهر يم والله ما اتذكر الاردن او وين، وخذ الاي وخذ البروفيشنال وهو لاعب يستحق. وترى التحصيل العلمي عنده مو سهل الان، حضر ظاهر الماجستير او الدكتوراه. ولا هي ترى على فكره عشان اوضح للناس، ترى مو كل شيء شهادات، لكن هذا واجب للجانب العملي في حياتك النظري. طيب تطوير القيمه النظريه عندك. طيب في علم التدريب. طيب ابو عبد الرحمن حميد وصلنا للنهايه، بس انه عندنا فقره دائما نصلح مع ضيفنا فيها وتشوفها افتراضيه. خلصنا ساعه تقريبا. ايه شفت انك شفت انك جميل مده ساعه شفت انك جميل وجميل شيق والناس لازم تعرف. طيب الفقره هذه افتراضي، سؤال افتراضي هو بكلمه مع او ضد. مع او ضد؟ شلون افتراضي؟ هذا سؤال خاص مباشر. اوكي. امر. اي بس انه بعضها افتراضيه. اي لانه ما دام انت تقول لي اي ولا لا معناته انك تقول لي لا مع او ضد. ممكن تقول ضد. ان شاء الله. ممكن ان شاء الله لما اكون صريح او ممتنع. في ما في ما عندك كلام. ما في شيء ما في. ما في. ما في اعلام يقال. انا رجل لا لا هي موظف حكومي قبل ما اكون مدير ابو عبد الرحمن. لا لا ما لنا علاقة بالأمور. أنا أبو عبد الرحمن ما لنا علاقة بالأمور هذه كاملة. إحنا نتكلم في صور. الحمد لله. بس اتفقنا؟ اتفقنا وعلشان تكون في الصورة طلعت الاتحاد كرة القدم والجميع من العاملين في الأندية هم أصدقائي وأخواني. والحمد لله تربطني معهم. ليش أقول لك مع أو ضد؟ لأنه لا تفكر أن الشخص اللي قدامك ما راح يتقبل أو يتقبل. هذا اللي اقصد. بس في اشياء مو من حقي ابدي رايي فيها بعد. اي انا جبتك قامه انك تبدي رايك. تبدي رايك اللي فيها قبول اتوقع اللي فيها قبول خلينا نقول اللي فيها قبول. تفضل. كلها فيها قبول ان شاء الله. مع او ضد
الهلال السعودي أفضل فريق عربي. أنا أقول آسيوي بعد. مع فريق أوروبا. عربي آسي مع. 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 الجسد تتكلم هو أنا. وجسد فيه. أنا بقول مع إيه؟ أوروبا. نعم. مع أوروبا استبعاد نواف العقيدي سبب خروج السعودية من كأس آسيا الأخيرة. ما أبغى تفاصيل. مع أوروبا. حسب ما قرأت مع. مع. مع أو ضد الأمير محمد عبد الله كان أكبر داعم لفراشي. محمد عبد الله فيصل. فيصل. الله يرحمه يا أبو تركي كان داعم للجميع مش لي أنا شخصياً. هو من أسباب انتقالي إلى وزارة الرياضة والشباب. طيب مع أم ضد ماجد عبد الله أفضل لاعب عربي؟ من أفضل اللاعبين العرب. مع أم ضد هزيمة ألمانيا يتحملها ناصر الجوهر؟ لا. ضد. نعم. طيب. الآن الفقرة الثانية إنه راح نجيب أسماء مدربين. متعاقبين مع ضد وكذا. محمد الخراشي هذا افتراضي. صحيح. محمد الخراشي أم ماريو؟ زي ماريو مدرب. أنا لي اسمي وهو له اسمه، هو له مجازاته وأنا لي مجازاتي. اختار. إيه. إحنا ما نقل عنهم، لكن البعض يقلل من لا بالعكس هذا الشيء هذا الشيء البعض يقول لك هذا الشيء يا إيه. بعض الرحمن اللي أبغى أوصله. نعم. محمد الخراشي أم زي ماريو؟ أنت مدربهم. اشتغلت معاه أنا. أنا عارف. واشتغلت معاه أيضا. يعني زي ماريو أم محمد الخراشي؟ بعيداً عن الغرور. لا طبعاً. بقول زي ماريو. زي ماريو. أنا سي في يتحدث عني. بن هاكر أم محمد الخراشي؟ ليو بن هاكر أحد يتجاوز هذه الشخصية والقيمة الفنية العالية. يوهان. نعم يوهان أكيد. طيب تفسر أم الشخص الجميل اللي قدامك احترمه لكن انا كقيمة فنية بالنسبة لنفسي لم اجد في فوتو فوستر ما يشفع ان يكون افضل مني محمد الخراشي محمد الخراشي ام ما شاء الله ما شاء الله اسم كبير حقق منجزات لكن خليني اتواضع اكثر واقول ما شاء الله لا تواضع انا اللي تشوفه تدري ليش؟ لان هذول استمروا وحققوا منجزات انا ما استمريت انا اخذت فترة معينة وكموظف دولة ومرتاح ولله الحمد محمد الخراشي أم فنجادة؟ محمد الخراشي المنجزات محمد الخراشي أم كندينو؟ والله اسم محلي كندينو ترى نجح محليا عندنا غير كذا ما كان له محمد الخراشي أم كندينو؟ والله أنت بتدخلنا في مشكلة مغرور أو شايف نفسك لا 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 كندينو مدرب كبير ترى كل ضيوف كذا انا عارف انا قناعاتي انت تسالني غيري بالضبط لا رجل الناس اعلام في التدريب يا جماعه الخير محمد الخراشي عم كندينيو لا كندينيو لانه انا لا يمكن تواضع تواضع بعد حتى تواضع اذا ما اقدر اقيم المدربين لا يمكن تقارن المدربين الا بالمنجزات محمد الخراشي ام ناصر الجوهر ناصر الجوهر ناصر الجوهر لاعب قوي وكنت من محبين ومشجعينه شوف إذا جينا بالمنجزات أو المشاركات يمكن يكون أكثر منه، لكن هو أيضا له منجزاته وله اسمه كلاعب دولي أفضله علي أنا، كابتن منتخب المملكة العربية السعودية أبو خالد. طيب وصلنا لنهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. لا شكر على واجب وشكرا لك. تبي أقول لك ما كان الاتفاق بيننا كذا لكن أنا تقديرا لك وللبرنامج وأعتذر من المشاهدين. إذا كنت بس البرنامج لطيف لطيف وجميل لكن فيه ما كل ما يبلغ يقال وبعدين المفاضلة بيني وبين ناس صعب أنا من النوع اللي ما أحب إني أعطي نفسي أكبر من حجمي حتى لو كنت صعبة تستاهل أي تستاهل عبد الرحمن فهمي شكرا الله يسعدك وشكرا للجميع وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة دمتم جود